السبب نتاع هذه اللقطه بعد اولا قبل تنشكرك وتنشكر هذه الاذاعه انه ديما كانت معنا وديما تساندنا. ودابا السبب علاش وقفنا وهو حنا الناس اللي كنعاود نقول بان المرشدين غير نظاميين اللي هما راه حنا معروفين في وسط مراكش. دابا السبب نتاع هذه الوقفه وهو تنطالبوا المسؤولين باش يحلوا معنا هذا المشكل اللي هو سيدنا الله ينصرو عطاه لنا مبادره وعطاه لنا هبه. وهاد الناس في 2018 قساونا واستافدوا ناس تنعاودوا نقولوا لا علاقه لهم بالسياحه، الله يعاونهم. حنا اوني كونتر بيرسون. دابا في هاد السنه ثاني استافدوا ناس اخرين، ديما حنا ما ضد شي واحد، حنا ديما تنقولوا بانه هاد البلاد فيها الديمقراطيه، فيها الشفافيه، فيها المصداقيه، فيها النزاهه، ولكن حنا المعنيين بالامر ما استفدناش. علاش؟ اشنا هو السبب؟ السبب الاكثريه تيقول لك بانه انت ما عندك كفاءه، انت السيره الذاتيه. هاد السيره الذاتيه ما معناها؟ يعني السيفي، السيفي حنا صيفطنا وعندي الثقه التامه انه حنا تقريبا جول نتاع الاصدقاء اللي درناه في نفس السيبير ودفعناه للفرقه المندوبيه وداروا فيريفيكاسيون كومبليت ومن بعد عطاونا لاكوزي سكيفي نوتر دوسي الي كومبلي. تنتفاجئوا حيت ما توصلناش حنا باش ندوزوا الامتحان. علاش هاد الشيء حنا تيعنينا؟ اولا قبل كل شيء، ثانيا حنا ما تنطلبوا مورسو دو بان، حنا تنقلبوا على الكرامه نتاعتنا، تنقلبوا على 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 نكونوا حتى حنا بركه عندنا من الاعتقالات. حنا طبنا، حنا الغرامات راهي في هذا الامتحان. خلصت فيهم انا تقريبا واحد 12 درهم خلصتها لهم نتاع الغرامه، وتقول لك بانه انا ما عنديش المهاره ولا ما عنديش السيره الذاتيه ولا هذا الشيء راه لا يعقل. حنا راه تنجدوا السلطات وتنجدوا سيدنا الله ينصره، الله ينصره، الله يخليه لينا، الله يطول له عمر ويخلي لنا العائله الملكيه. تنعاود نقولها، حنا راه تنحبوهم من قلبنا، حنا ما تنافقوش، حنا ماشي منافقين، حنا ماشي تنكذبوا على الله. راه هادي الحق، حنا راه تنحبوا بلادنا وحنا مواطنين وعندنا روح المواطن. وراه بزاف وراه في راس الرؤساء حتى في الرئيس تاع المصلحه حاليا. انا عيطت له باش ما يوقعوش العمليات، وكاين العمليات اللي تنتلقى لهم انايا ومن قال شي واحد ضربني بشي موس ولا شي حاجه. حنا هنا هذه هي روح المواطنه. وكنت رئيس الجمعيه، علاش درت هذه الجمعيه؟ درت هذه الجمعيه باش هاد الناس يزيدوا لقدام ويستافدوا ويكونوا حتى هما سعداء كي سيدنا الله ينصروا. اش من جمعيه هذه؟ اش من جمعيه الجمعيه المراكشيه للسياحه والتنميه. نعم. انا اللي كنت الرئيس نتاعها، ودابا استافدوا منها ناس اخرين. انا ما استفدت، هاد الاخوان ما استافدوش. هاد السيد تنعرفو تقريبا نقول 30 ولا 40 سنه. هاد السيد تبارك الله حتى هو راه 45 سنه الشراط معروف. هاد السيد الاخوان كلهم راه كانوا تيناضلوا وكانوا مرشدين، وحنا دابا راه تناجدوكم وتنتوسلوا لكم. لحقاش حنا اليوم كنا جايين على واحد الفكره باش نعتصموا، ما ناكلوا ما نشربوا. وفعلا حنا دابا ديجا صيفطنا لسعاده الوالي وعندنا لاكوزي، حنا غاديين قانونيين، صيفطنا ليه باش يجي لنا مقابله. وما الان مازال ما 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 عندنا شي فرصه. كذلك السيد المندوب جينا عنده ودار معنا بانه غادي من بعد غادي نصبروا غادي تكون شي حاجه، وجبنا ليه لا ليست تاع 28 بيرسون اللي هما كاينين. راه الاحتيال ما كاين والو. دابا وكنا ديجا درنا ليه تذكير، دابا حنا درنا ديجا دوزيام تذكير. حنا راه ما بغيناش حنا الناس يتكرفصوا معنا لا السلطات ولا حتى شي حاجه. حنا لا منتمي، حنا لا نقابه، لا حنا تنقولوا ديما عاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، الله ينصرو، الله ينصرو، الله ينصرو، الله ينصرو. وحنا دابا راه طبنا وراه تنطلبوا هاد الناس باش لو بلوتو بوسيبل نستافدوا. علاش؟ حنا دابا عندنا دوايات، عندنا وليدات، عندنا ضوء، عندنا ما هادشي خصكم خصهم يعرفوه. عندنا المدرسه، وليداتنا هما بغاو يدخلوا. يعني واش هاد الولاد اللي عندنا حنا واش تنتظروا منهم يخرجوا مجرمين؟
راه حنا ما بغيناش هذا الشيء، حنا بغينا الوليدات يكونوا هما الشباب وهما اللي يعطيو واحد النظريه مزيانه للمغرب. اللي داك الشيء تيقول لكم سيدنا انه الامانه خصها تكون 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 منضبطه، ما تكونش الامانه فيها، وما يمكنش تعطيو الناس اخرين يستافدوا ما عندهمش ما تيعرفوش يكتبوا. حنا في القرن 21 سنه وانا مقريني النصارى وعندي سيرتيفيكا سكولاريتي 76 77 وعندي عامين في الكاباسيتي اون دروا سيفيل. عباد الله، وانا معروف وانا مصور فوق لابيشي باللوحه 77. ودابا تيقول لك انت ما انا ما بقاش عندي لوجه باش نخرج ولا باش هذا وليت تنبان بحال شي مونستر. اسي با راه حشومه، راه حشومه. حنا راه ما بيناش هاد، بغينا نقلبوا على مورسو دو بان، نشدوا جميع السلطات باش يشوفوا بواحد العين الرحمه لهاد المساكين، لهاد الناس. وراه ما غاديش نبقى تنطول، وشكرا، وعاش الملك وعاش العائله الملكيه، والله يجعل مولانا يهدي هاد الناس اللي فيها الخير وصافي. الملك جليل، انا مرشد سياحي بدون رخصه من 19 جويليه 81، وانا تنزول هادشي هنا. جوج هنا في 2018 بالاقصاء تاعنا، ونفس الصوره عندنا في 2023. نطلبوا من الناس المسؤولين ينصفونا، راه حنا تقهرنا وعينا، حنا معروفين على الصعيد المدينه، تيعرفونا جميع المهنيين تاع السياحه، بما في ذلك المرشدين المرخص لهم، الناس المرشدين القدام راه تيعرفونا، الناس التجار ومن ارباب البازارات، المهنيين النقل السياحي كلهم تيعرفونا تنزولوا هذه المهنه. ما عندناش بغينا نتقسوا، تقسينا في 2018 ولا نعاودوا نتقسوا في 23. راه حرام. تنطلبوا من السلطات، تنطلبوا من السيد الوالي، تنطلبوا من السيد المندوب، تنطلبوا من الجهات المسؤوله على هاد المدينه ينصفونا. راه حنا عينا، وراه حشمنا كاع نبقاو تنجولوا باش نحتجوا. راه حنا معروفين، حنا الاولين اللي خاصنا نستافدوا من هاد المبادره، وتنطلبوا من الناس المسؤولين ينصفونا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعاودوا البرنامجيين كانوا تيسولوا الوزيره على لي فوكيد، ما تيسولوهاش على شي حد كان في لاجونس. كون عرفنا هاد الورقه هادي كون صيفطنا لها تجي كاع من قاع الدنيا، ماشي حتى من هنايا. وهادشي علاش تحسينا حنايا ما يمكنش. تنطلبوا من السلطات يديروا معنا شي مزيان، نلقاهم الله. والله يشكر، تنشكر الجميع. شكرا مرحبا، سميتي الويري عبد الرافق، 45 سنه وانا كنخدم في هذه الحرفه. مثلا عندي السكر، عندي الطونسيون، عندي عشرات الوليدات تنصرفوا عليهم وتنتكفلوا بهم، وتنطلبوا من مساعدة الوزارة والمؤمنين باش يكونوا يتاخذوا من واحد. السلام عليكم، تنشكر الله هذا القناة، تنشكر الملك نصر الله وإياه داعب على هذه المبادرة. حنا من التلاميذ اللي هما خصنا نستافدوا من هذه المبادرة هذه، لأننا حنا هما المعنيين بالأمر. وتفاجئنا بهذا الاقصاء هذا، وحنا كنتسناو هذه المبادره بالصبر. وعندنا وليداتنا وتيطلبوا منا وثائق لا 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 مجال لتجريها. الا بيعرفونا راه كاين نسخ ديال الاعتقالات، وكاينين البصريه، وكاينين كيودا اوفيسيال اللي هما قدام معنا من 30 سنه 34 سنه. وحنا معروفين على الصعيد المدينه، ومعروفين من ايامات العبادي ومن ايامات سيتي بيل الى يومنا هذا. ونتمنى من السلطات ووالي الجهه ينصفنا ويساعدنا. احنا ما يمكنش نبقى واقف هذا الحال هذا، ما يمكنش يستافدوا الناس اللي هما ما لا علاقه لهم، وحنا ما نستافدوش اللي تكفسنا. ودابا هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر العائله الملكيه لهذه الشريحه هذه اللي هي فعلا تكفصات معنا وقدام معنا. وشكرا.